أنا تعالى بعد إذن حضرتك فضل. نبتدي الكلام من لقاء الأمس. كيف رأيت هذه المباراة؟ هل عندك أي تحفظات؟ هل عندك أي علامات تعجب حوالين أمور معينة؟ وندخل بقى منها لتفاصيل تانية كتير. بص يا كريم، عايز أقول لك إن معظم المنتخبات بتقلق منك وبتخاف بلغة الكورة، بتخاف منك، وده بيبان من التسخين حتى. يعني كانت الناس تقول لك المغرب، وفعلا المغرب كان أداؤه في المجموعة اللي كان من خلالها كان أداؤه مميز بشكل كبير جدا. لكن الدنيا اختلفت معانا امبارح. ده أنا في رأيي بسبب أنه بيخافوا منك. يعني حتى اللعيبة المحترفين، الأسماء الكبيرة اللي احنا سمعناها وشفناها، تحس من التسخين في رهبة من المنتخب المصري فعلا، وده حقيقة. وده بان كمان في مباراة ساحل عاج، بان قوي ساحل عاج أداء متميز في المجموعة بتاعتها، لكن عند مصر المستوى قل، بيأخروا نقلة بالظبط. أنا رقم واحد تحليلي من اللي أنا شفته إن فعلا المنتخبات بتخاف من مصر، بتعمل حساب لمصر، لتاريخ مصر، للعبة مصر، عشان كده بيبقى فيه عنف برضه في الملعب. احنا شفنا ده، يعني مش عارفة، غير مبرر وغير مسبوق، تلاقي بيلعبوا مع الفرق التانية عادي، تيجي عندنا بالزبط. لا، حاجة مش حلوة. في ندية برضه، ندية بين شمال أفريقيا طبعا، بيبقى غل. ده هو مش هنسمي دولة بعينها ولا منتخب بعينه، يعني بس أول مرة أشوف المغرب زي ما نهواندا قالت، أول مرة أشوف لعبة المغرب بالعصبية دي. هو برضك حاسس إن المباراة هتهرب منه، هتسترق منه، وحاسس إن منتخب مصر جاي ند بالنسبة له. يعني تملي المباراة اللي بيننا وبين شمال أفريقيا بيبقى فيها نوع من العصبية بهذا الشكل، إن إحنا عارفين بعض بشكل كبير. لكن حتة الرهبة دي بانت قوي قوي، واتمنى يا رب ان شاء الله تستمر، ان الكاميرون كمان برضك تبقى خايفه وقلقانه من منتخب مصر، خصوصا ان احنا برضك تاريخنا معاهم، احنا عندنا تفوق بشكل كبير جدا في جميع المباريات اللي ممكن قابلنا فيها الكاميرون. هي مش دي النقطه يا كابتن ماهر، معلش يعني عشان بس عايز اقول حاجه هنا. هي النقطه خاصه بالكاميرون، مش فكره بس ان احنا الكفه بتاعتنا ارجح، لا، هي قصه ان الكاميرون، يعني معلش، شوف المباريات اللي هي لعبتها، هي ما فيش برده منتخب لعبته من بالزبط. المنتخبات الثقيله بالظبط. فغير برده حاجات انا وكريم اكيد هنتكلم في تفاصيلها اكتر مع حضرتك، منها التحكيم الغريب بالزبط. جدا فكره البي سي ار اللي هو بيصفر دايما عن ان كل المنتخبات عندها كورونا، وربنا يستر علينا، يعني يجي يطلع لك محمد صلاح مثلا عنده كورونا ولا حاجه، لا، وهم كاملين العدد، ماشي، مش هنقول حاجه، يعني ما فيش مشكله، بس عليها علامات استفهام. لا، برافو عليك، انت ذكرت فعلا حاجات، ربنا يستر يا رب ان شاء الله، ما تبقاش والله ما تبقاش من نصيبنا في الفتره دي. انا بنت حلال جدا والله.